النقل الحضري بفاس مستنقع غرقت فيه السلطات ومسؤول جماعة فاس وشركة سيتي باص صاحبة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي، حيث طافت على السطح خلال المدة الأخيرة مشاكل كثيرة فضحت تدبير الشركة للخدمات المقدمة لسكان مدينة فاس، انتهت بدخولها مع العمدة الجديد للعاصمة العلمية ومكتبه المسير في عمليات شد الحبل. تبادل خلالها الطرفان الاتهامات فيما سارع كل طرف إلى تحميل المسؤولية للآخر بخصوص الحالة التي آلت إليها أحوال النقل الحضري بفاس الكبرى. عمدة فاس ورط نفسه في وعود عرقوبية قدمها للفاسيين خلال وصوله لكرسي العمودية في أكتوبر 2021، همت طرد 122 حافلة مهترئة لا زالت تجول وتصول في شوارع المدينة. بلغت لهذه الشركة بأنها عندها واحد الاختلالات باينين واضحين، الزيادة اللي كانت راكم شفتوا شنو درنا فيها وزالت ذاك الزيادة لأن كانت مطرف واحد وما قبلناهاش. من جينا لقينا بأن عندنا 122 طوبيس اللي كان خصو في 2018 يمشي بحاله ديال الوكالة الحضرية، قدام 122 حافلة ما خصهاش تبقى الدور في فاس مازال خدامه، والقانون ودفتر التحملات اللي فيه البنود ديالو اللي تتاكد شنو غندير تيقول لي ملي تيكون الاسطون ناقص خصني ندخل وخصني ندخل ونوقف النزيف. وبارك على فاس من هذا الشيء باسمكم تنرجع لكم، انا غير سلطه تنفيذيه ديال المجلس لان درت اجتماع المكتب والمقاطعه داول الاجتماعات والاغلبيه تتاكد على هذا الشيء، والمجلس كذلك. وانا قدامكم تنعلن بانه هذه الشركه اللي خصها توجد لنا 194 طوبيس جديد، واي تاخير على هذا اليوم ديال هذا الطوبيس عندها غرامه. ملي تنحسبوا 100 درهم في عدد الحافلات ديال هي 194 وتنضربوها في 1.5 تلقاو 10 الملايين يوميا الغرامه. وبهذه القوه القانون اللي عند المجلس لان احنا اللي مفوضين لهم تبلغوا من عند المفوض القضائي بانه تنخبرهم بهذا الشيء هذا نهار 5 في الشهر. وباسمكم هذه الشركه توصلت من المفوض القضائي بان تنخبرها اما تجيب 194 طوبيس والغرامه احنا غنشوفوا شنو غادي دير فيها، ونعطيوها مهله ديال 30 يوم. دابا دازت 5 ايام وعاود تمشيو وغنبقاو دائما بالقانون شنو عطانا القانون ديالنا اللي كان منشور حنا خصنا نطبقوه. اذا هذا خصني نخبركم بهذا الشيء هذا، فحنا دخلنا بالمفوض القضائي باش انه الطوبيس خصو يتحسن، النقل الحضري في فاس خصو يتبدل من هذا الشيء هذا. وانا تنقولها لكم بقوه وانتم راكم مساندين هذا القرار وخصنا نساندوه وخصنا نمشيو الى ما هو اجود. فاس خصها تريض الطوبيسات، ما بقاوش هذا الشيء صالح. اللي جاب 194 طوبيس محبا جديد يزيدوا على داك الشيء يزول لي 122 طوبيس ديال لاغاتيف اللي كان قديم. 122 طوبيس عباد الله مازال تتسكل في فاس، اذا ما يمكنش. وي ام انا طالبه ديما كنركب في الطوبيس وكل نهار الطوبيس كنعاني من الخصاص بزاف، كنتسناو بزاف ساعه، بعض المرات كتوصل حتى ساعه. الكونترول ما كيديروش خدمتهم مزيان، الطوبيس كيعمر بزاف، كيمشي علينا الحال ديما، بزاف الحوايج كيوقعوا في وسط الطوبيس لا علاقه، الزحام، الطوبيس كيكون عامر بزاف خصوصا دابا كوفيد، كنخافوا على راسنا، الزحام بزاف، الناس كيعانيوا بزاف، كيبقاو واخا كيهضروا لا جدوى لا حتى شي حاجه، يزيدوا يديروا لنا طوبيسات وحده اخرين، الطوبيسات يكونوا في الوقت على راس 15 دقيقه هكاك او لا شي حاجه بحال هكا، لان الطوبيس كيتعطل علينا بزاف ساعه ساعه ونص هكا راه بزاف. كنخرج مع 6 ونص ونورمالمون خصني نشد الطوبيس مع ديك 7 الارب صافي، وكنوصل للدار حتى 8 ونص هكاك 8. مي طالب في اوف بي بي تي لاستياد الادارسه دومين جيستيون ميكان. بالنسبه للطوبيسات اختي هاد الشركه ديال سيتي باص هاك، انا بالنسبه لينا حنا الطلبه يعني حنا ساكنين في واحد المنطقه اللي شعبيه بعيده، خصنا نوضو مع 6 الصباح وخطيره كنوضو مع 6 الصباح الظلام
وكنوضوا في الصباح بكري باش تطلعوا وتلحق الطوبيس، يعني الخطر علينا. وكنطلعوا رغم ذلك كنطلعوا ما كنلقاوش الطوبيس، يعني خصنا كنعاني واحد المعاناه. فاش كتكون في الطوبيس بعد شي مره الطوبيس كيكون عامر، ما عندكش كدير دوز لعند الشيفور باش طابي لاكارت ديالك. ديال الطوبيسات بالنسبه اختي جوده ميته كاع، الطوبيس كيتم غادي الا ضربيه في شي دودان كنتهزو كاملين كنتقلبو. بعد شي مرات الا جاي دوري في شوروم بوان كيميل بيك كاع، كطيح الكراسه كلشي مفروح والو. بعد شي طوبيس كتلقى فيه خمسه سته ديال الكراسه وكله مهرشش، راه العالم راه فاس كامل، يعني فاس كامل المواطن الفاسي كامل كيعاني من الطوبيس. يعني كنطلبوا من لم الدوله ولا من الشركه تشوف لنا شي حل مع هاد الشركه، تشوف لنا شي حل للطوبيسات هادو. يعني هاد الشيء اللي كاين وكنتمناو الخير وكنترجاو الخير في هاد الشركه هادي تدخلنا الجادي. طاقم الميادين نيوز خلال حلوله بمحطه الحافلات بساحه فلورنس في وسط المدينه لتصوير مشاهد من التحقيق الصحفي حول واقع النقل الحضري بالحاضرة الإدريسية. فوجئ الطاقم بمنعه من التصوير من قبل مراقبين يعملون لفائدة شركة سيتي باص، بحجة أن مسؤوليهم أمروهم بمنع أي عملية تصوير للحافلات ومحطاتها، وهو ما تطلب حضور مدير الميادين نيوز والذي اتصل بمسؤول الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية دار دبيبة، والذين تجاوبوا مشكورين بالسرعة والفعالية اللازمتين مما مكن الطاقم الصحفي من أداء مهمته كما يكفلها الدستور المغربي وقانون الصحافة والنشر. سميتي مروان الشابلي، كنقرا في الاستيا الأدارسة. كناخذوا جوج ديال الخطوط، كناخذوا 15 و 30، كنلقاو مشاكل بزاف في 15 كيتعطل بزاف، كنلقاو عاوتاني مشاكل بحال في 30 حتى هو تيتعطل، وهادو من المشاكل اللي كاينين. وزياده على الطوبيسات ما صالحينش، ماشي ديال مدينه فاس كمدينه كبيره وعريقه، ماشي ما صالحينش لهاد المدينه هادي. مثلا مدن في المغرب صوبوا لهم الطوبيسات ومديرين لهم اثمنه مزيانه، حنا عندنا الطوبيسات في فاس ناقصين شويه وثمن غالي، ناقصين في الجوده ديال الطوبيسات، ما كنركبوش مزيان في الشتا، كتنقط علينا والكراسه مهرسين. المهم داكشي ما صالحش لمدينه فاس. كنوصلوا للمدرسه بغينا نقولوا لهم يصوبوا لنا الطوبيسات مزيانين، يقادوا معنا الثمن ويزيدوا لنا الطوبيسات. راه 30 راه كنبقاو نساينوا ساعه عاد تيجي، ولا كاع ما كيجيش كاع، راه كطرش الطاكسي وراك عارف طالب ما يمكنلكش الطاكسي كل نهار. راه بعض المرات كتساين حتى ساعه، راه بعض المرات كتبقى ساين حتى ساعه. حنا كنخرجوا بنص ساعه قبل باش يلاه كنوصلوا لهنايا، باش يلاه كتوصل الادارسه. بالنسبه لينا حنايا دابا تنسكنوا بعادي، تنسكنوا في واد فاس، كنشدوا جوج ديال الخطوط، كنشدوا 30 بالنسبه لينا تيتعطل علينا بزاف. بحال دابا في الصباح حنا كنا قارين كنخرجوا قبل بساعه ونص باش يلاه تنوصلوا للادارسه، 30 تيتعطل علينا بزاف. بعض المرات تيدوز من الخط لتحت ما تيدوش علينا كاع حنايا، وهادو هما الصعوبات اللي كنواجهو معاهم هنايا في الطوبيسات. هادشي اللي كان الجوده ديال الطوبيس ما كاينش، ما نحتاجوش كاع نهضروا عليها، خايبين لواحد الدرجه بزاف. سهيل بطريشي، المهم كانوا واعدونا باش يبدلوا لنا الطوبيسات ويديروا لنا طوبيسات جداد ويبدلوا علينا هاد الطوبيسات القدام. كما دابا نتوما كتشوفوا راه ما بدلوا لنا حتى حاجه، وحنا كنطالبوهم باش يبدلوا لنا، وكانوا قالوا بلي غيديروا غرامات وداكشي وما شفنا والو، ما بدلوا لنا حتى حاجه. حنا المهم خصهم يشوفوا بعد حنا الشباب، حيت راه كنخرجوا بساعات قبل الموعد. الاسم ادريس عامل. اختي تنشوفوا المعاناه ديال بالنسبه للطوبيسات، لانني تنتنقلوا بحكم ان العمل عندي بعيد على حساب سميتو، ضروري الطوبيس لانه هي الوسيله الوحيده للمواطن البسيط. تنشوفوا الطوبيسات هادو فيهم اختي دائما تنتسناو الطوبيس، دائما فاش تيجي كاع حتى الطوبيس تيجي عامر. وكان في هذه الفتره هذه ديال كورونا اللي تيقول لك بانها تكون احترازات والوقايه، تنشوفوا بانه فوق 100% تيكون دائما عامر. وكنا تنتوقعوا بانه زعما غادي تكون شي حلول، خصوصا باش سمعنا عمده مدينه فاس بانه تدخل وقال شي بانه في مده شهر غيكون هناك حلول. تنشوفوا لا حلول لا والو، بالعكس تنشوفوا عاد تدهور، تنشوفوا خطوط واحده اخرى بانهم تنقصوا. تنبغيو تنقلوا تلقاو الطوبيسات عامرين والله العظيم تمشيو على رجلينا، فداء على حساب راكي تشوفي دابا البلاد شنو فيها والعالم باسرها كورونا، تنمشيو على رجلينا. وتنشوفوا حتى المراقبين اللي هما في السيتي بيس بانهم لا علاقه نهائيا
لانهم تيتصرفوا شي تصرفات لا اخلاقيه مع المواطنين، وتنشوفوهم انهم تي الالفاظ النبيله في داخل الانسان تيكون حشومه بانه يطلع مثلا مع الام ديالو او الزوجه او هكذا ويسمع شي كلام ما ساقط، لان هاد الناس هادو خاصهم ضروري شي حل اللي غادي اما تحيد هاد سيتي بس شي شركه مقارنه مع مدن اخرى. ولا تمشيو تنشوفوا بان الطوبيسات الحمد لله عندهم لا طوبيسات المنظر ديالهم جميل، وحتى الناس اللي تماك دون اخلاق والله العظيم. تجينا الغيره لان احنا في مدينه فاس مهمشه هاد التهميش هذا خصوصا في هذا المجال ديال النقل، هذا اللي وحده زعما لا حول ولا قوه الا بالله. وتنطلبوا بانه يتغير هذا الشيء ويكون حلول تكون حلول جذريه زعما وفي اقرب وقت. اسم صلاح الدين الصبري، طالب الاس ا في المعهد العالي للمهن التمريضيه اسيستون سوسيال. كنعاني من مشكله من بين الخطط اللي داير في ترونسبور اوربان اللي هو 6 و 14 ديال الطلبه اللي كيوصلني كيقربني، ولكن المشكله اللي كنعاني منها انه الاكتظاظ، وعندنا سوء ديال التوزيع، وعندنا التاخر بالاضافه لعدم مراعاه، وكيردوا لا سيتياسيون ديال الطالب نيجليجابل، وهذا الشيء هذا اللي كيخلينا ان عندنا دي ريبيركسيون على الحياه ديالنا، وما كنقدروش نسيروا الحياه الدراسيه ديالنا، وشي بعض المرات كنتعطلوا ويمكن تمشي بينا المشاكل حتى للراتراباج بسبب ان الطوبيس جا معطل. وهذا الشيء اللي كنطالبوا لي زوتوريتي كومبيتونت ديال هذا الشيء هذا يديروا شي تدخل باش يعاونوا الشباب ويعاونوا الطلبه، حيت الاكثريه ديال المستعملين ديال ترونسبور اوربان مجرد طلبه. اسم شخصي محمد عمري، طالب جامعي. الظروف اللي سنعانيو منها بسبب النقل الحضاري ديال مدينه فاس هو بزاف ديال المشاكل، اللي من ضمنها ان تاخير، ان بحال مثلا الا خرجتي من الدار مع 8 غتركب حتى 9 ولا 10، وكنشوفوا ان رئيس الجماعه عطى واحد الوعود، ساعه هي وعود كاذبه كما مولفين. قال لك شهر غادي يتبدلوا الحافلات على صعيد الجهه ديال فاس، والان كنشوفوا غير الوعود الكاذبه كما قلت لك استاذه. وهذا الشيء كيضرب بجميع المصالح، ومنهم اول المتضررين هما الطلبه والتلاميذ. السلام عليكم، معكم انوار بن بوكل، المنسق الاقليمي ديال عمالات فاس ديال الاتحاد الدستوري. المشكل اللي نهضروا عليه نطرقوا عليه هو المشكل ديال الطوبيسات. هذا المشكل ديال الطوبيسات عندنا في فاس مشكل كبير، مشكل كما نوصفوه بالخطير، لان كنشوفوا الطوبيسات الناس اللي كتسير الطوبيسات في دون مستوى، اللي كيسهروا على الامن ديال الطوبيسات شي ناس في دون مستوى. الطلبه كيتقاسوا بزاف، كاين الابتزاز بزاف، عندنا شكايات في هذا الموضوع بزاف. النقطة الثانية، التصريح اللي صرح به لنا العمدة بأن غادي 122 طوبيس غادي يصيفطها يحيدها يجي بها، كنشوف أنا من هذا المنبر بأنها صعيبة عليه، وخصو يحل هذا الموضوع هذا على جميع الهيئات السياسية باش نديروا اليد في اليد باش نتعاونوا معاه، لأن المشكل كبير في فاس. وأنا كنشوف الرؤية ديالي بأن خصو يدير واحد التجربة كما نجحت الدار البيضاء وخرجت للوجود، كانت عندها هي 4 الشركات ولا 5 الشركات، وكانت نفس المشكل، الطوبيسات مدقدقين، سوء تسيير، المعاملة خايبة، عدم تغطية لجميع الأماكن اللي خصها تغطى. إذا وبالتالي استطاعت الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للخروج بالوجود بطوبيسات بحلة جديدة، بطوبيسات نقية، بمستوى نقي. إذا كنتمنى العمدة يدير واحد كما كنقولوا له واحد زياره لمدينه الدار البيضاء، ويشوف كيفاش نجحت الدار البيضاء في هذه الخطه هذه، وياخذ الفكره ويصاوب الفكره كما نجحت الدار البيضاء، باش احنا نحاولوا مدينه فاس اللي هي كتسمى مدينه 12 القرن، المدينه العلميه، حتى هي تكون مدينه في مستوى، في جماليه مستوى. وهذا هي الرساله ديالي، وشكرا. إذا بالنسبة كاين سؤال آخر، بالنسبة للسيتي باس كشركة ديال تدبير المفوض اللي هي من 2005 وهي في المدينة ديال فاس، وبطبيعة الحال أن العقدة ديالها تمتد ل 25 سنة، بالمقارنة مع كناش تحملات يبدو بأنه كان حبر على ورق، والمجيء ديال العمدة يعني اللي حاول يدير واحد العمليه ديال شد الحبل مع الشركه باش يتخلص من ديك من الاسطول المهترئ، بدات مثلا كتبان انصاف الحلول من بعد ما قال بانه غيمشي بعيد في المسطره القانونيه لتغريم الشركه ب 10 مليون في النهار الى ما احترمتش هذاك التجديد ديال الاسطول ديالها. شنو ممكن تقولنا في هذا؟
هذه النقطة اللي يمكن لي نقول لك فيها بأن أنا واحد الرسالة اللي بغيت نوصل هو أن العمدة صعيب عليه باش ينجح في هذه المسطرة هذه لما كانش معاه قوة اللي كتعاونه، لأن الشركة شركة صعيبة، الشركة كتحسب راسها هي مالكة فاس وهي راه ما مالكاش فاس، راه هي شركة كتسير الشأن المحلي ديالنا. إذا حنايا كمسؤولين وكعمدة كنطلبوا منه بأن يخدم معها الصرامة والغرامة ويقلب على الحل البديل باش ما تضغطش عليه، باش ما تكونش قوة ضاغطة عليه. إذا كنطلبوا حنا من العمدة يخدم معها الصرامة ويوجد البديل في أقرب أجل وفي الوقت المناسب ويغرمها يعطيها الغرامة علاش كتقلب. هذا هو الحلول اللي عنده، أمام غير هذا ما غيلقاش حتى شي حل معاه، لأن الشركة ما غادير حتى شي حل وما غاديرش الحل وما توفرش. إوا خفي الدو ولكن صعيب باش يطبقوا مع الشركة، صعيب لان عانات شركات هذه الشركات بحال هكا كيكونوا شويه كما كنقولوا ما كيحترموش المعايير، ما كيحترموش، لان ماشي هو كما نقولوا الحل، ولكن كما كنقولوا الزطمه اللي خرج دابا حاليا هي انا كنشوفها زطمه قاصحه، يعني خرجها قاصحه، ولكن كننتظروا منه الحل والبديل. والبديل انا كشرت له في الاول وهو يحاول من التجربه ديال الدار البيضاء، انا كنشير لها ونعاود نشير لها، التجربه ديال الدار البيضاء كانت تجربه ناجحه، يحاول ينسق ويشوف التجربه ديال الدار البيضاء. انتقل طاقم الميادين نيوز الى مقر جماعه فاس والتقى بممثل الجماعه بالمجلس الاداري لشركه التدبير المفوض للنقل الحضري الذي يراسه الوالي زنيبر، حيث علق نائب عمده فاس وممثلها في المجلس الاداري عبد القادر البوصيري بقوله: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ترحب بموقع ديال ميادين نيوز في داخل الجماعه. عبد الربيع تيدير نائب برلماني عن فاس الجنوبيه عن حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه، وتندير النائب الثالث لرئيس الجماعه فاس. تيحصل لي الشرف باش نتكلم عن النقل الحضري بمدينه فاس، خصوصا على انني كنت مستخدم سابق في داخل الوكاله المستقله للنقل الحضري، من الناس اللي كنت تنقوم بالتظاهره، من الناس اللي تعرضوا للطرد التعسفي من طرف هذه المؤسسه هذه، من الناس اللي كنت تنعارض خصوصات النقل الحضري بمدينه فاس. مزيان هذا السؤال هذا. اول حاجه احنا مازال ما درناش 3 شهور، التصريح ديال السيد الرئيس ماشي 3 شهور، هذه مده، لان انتخابات 8 السعود الى حسبنا لها دابا 3 شهور، وحنا ما دخلنا من هنا يعني واحد 60 يوم ما يقارب. حنا مازالين في نفس التوجه مع السيد الرئيس اللي صرح بان فعلا الخدمات ديال النقل الحضري ما تسرقاش للمستوى اللي تيطمح لها المواطن ولا الفاعل السياسي ولا المجتمع المدني بصفه عامه. حنا مدينه فاس كنا ديما طموحين للنقل الحضري في مستوى عالي، مستوى عالي. وبالتالي النهار اللي جينا ودخلنا للتدبير الشأن المحلي مدينه فاس، لقينا مجموعه ديال المشاكل، مجموعه ديال الملفات اللي محطوطه اللي تيخصها مجموعه ديال الحلول. حنا ماشي الناس ديال الشفاوي، حنا ناس انتم جيتوا على القفله لقيتوا البيرو مطرق، حنا الناس ديال الميدان ماشي ديال البيروات، حنا مناضلين وجابتنا النضال السياسي لهذا الموقع هذا، وبالتالي غادي نبقاو نستمروا رغم هذا التحالف الرباعي. التحالف الرباعي ما تينفيش باننا اولا حنا ولاد فاس وتنعرفوا المشاكل اللي تتعاني منها فاس، من ضمنها النقل الحضاري اللي غادي نتكلموا فيه ومرحبا. هذه اللي عطى السيد الرئيس ماشي وعود، هذه تدبير او عقوبه تفرضت على شركه سيتي باس، دي بينانيتي اللي تفرضت، ماشي وعود. الوعود هي لا الاجال هو اننا الان احنا مازالين في المسطره ديالنا، احنا مازالين في المسطره ديالنا ومازالين، والتدبير ديال النقل الحضري ماشي الجماعه بوحديته اللي تتسهر عليه، كاين سلطات محليه، كاين السيد الوالي، كاين وزاره الداخليه، كاين الجماعه بطبيعه الحال. احنا كلنا تنتحملوا المسؤوليه ديالنا في تدبير ديال واحد المرفق اللي هو تحت وصايه الداخليه. ما تنفيوش بانه احنا ماشي مسؤولين، احنا مسؤولين وتنتحملوا المسؤوليه ديالنا، ولكن الشكل اللي عطى السيد الرئيس هو عقوبه لهذه الشركه هذه. يعني احنا غاديين في المسطره ديالنا وتنقلبوا على حلول اللي تكون في صالح المدينه ديالنا بمعيه بطبيعه الحال السلطات المحليه والسيد الوالي، اللي تنطمحوا باش هاد فاس يكون فيها نقل الحضري في مستوى الشريحه الاجتماعيه ديالو والساكنه ديالو. بطبيعه الحال كاين نقاش مع الشركه، وكاين تنقلبوا على حلول اللي محطوطه
على طاولات ديالنا. يعني حنا ما ماشي مكسوف الايدي، ماشي قلنا ودي سيتي باص ولا هاد شركه النقل الحضاري حنا غادي نديروا لك بينانيتي وكفى الله شر القتال. لا، حنا تنقولوا لهاد الشركه خصك تلتزمي بدفتر التحملات، خصك تلتزمي بالنقل الحضاري يكون في مستوى ديال هاد الساكنه، وغادي في تطبيق القانون معها. وفي نفس الوقت تنقلبوا على حلول اللي ممكن تكون تعطي واحد المستقبل اللي تكون في المستوى ديال الساكنه ديال مدينه فاس. شوف، حنا السلطه اللي معطيه للجماعه هي سلطه ديال المراقبه. حنا راه ماشي 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 فقيه وتلميذ ما دارش هذه غادي نعطيه العصا. هذه راه حتى هي شركه، يعني عندها حقوق وعندها واجبات. حنا جماعات، حنا عندنا حقوق، كاين واحد القانون، كاين واحد دفتر التحملات. طبيعة الحال الا ما احترموش كاين مسطره اللي تنتبعوا. راه ماشي اليوم قال السيد العمده، السيد الرئيس قال واحد التصريح، يعني نشدوه. راه يمكن تصريح مواطن عادي يفهموا بانه راه غدا ولا فهاد السيمانه، ولكن راه كاين هذا الشيء راه تيطلب واحد الوقت. طبعا ماشي بين ليله ونهار. الشركه حتى هي عندها محامين ديالها، عندها مسطره، فهمتي؟ وبالتالي هذا الشيء راه تيطلب شويه ديال الوقت. وحنا ماشي، شوف، حنا ماشي غير تنشوفوا، حنا تنتالموا من تنشوف انا طوبيس غادي وفيه لا جاج لا باب لا راه حنا تنتالموا. وبطبيعه الحال حنا المواطن الفاسي تيرد لنا اللومه، وحنا ماشي مكسوفين الايدي، حنا ولاد فاس ومن ضمن هذا الشارع، من ضمن هاد الناس هادو. ولكن كاينه مسطره قانونيه وكاينه واحد سميتو اللي تنتبعوها. طبيعه الحال انا بحكم كنت مستخدم في النقل الحضاري، كان الشيفور والروسيفور اللي كانوا والمراقب وداك الشيء، كنت تتشوف بانه غير الهندام ديالو غير سميتو في مستوى عالي، كان حامل الشهادات هما دي روسيفور ودي مراقبين. الان كاين وضع واحد اخر، كاين خصاصه، كاين الهدف الربح الى غيره. ولكن هذا ما تيعنيش بانه حنا عاد جينا كي قلت لك لقينا ملفات، من ضمن الملفات اللي لقيناهم محطوطين تيتسنى واحد العمل شاق، من ضمنهم النقل الحضاري. حنا ماشي ناس ديال ربعه ديال الجمل لاقيهم واجي يقول تصريح، حنا ناس ديال الديران ديال الميدان. كان ممكن نقول لك انا النقل الحضاري غدا نزولوه، ولكن نكونوا منطقيين. كاينه مسطره قانونيه، كاين دفتر تحملات. دفتر تحملات ماشي حنا اللي درناه، داروا المجلس السابق اللي قبل من هذا. وبالتالي تيخصنا نشوفوا حلول في اطار داك دفتر التحملات اللي كاين، لان دفتر التحملات راه الا مشينا بداك الشكل اللي محطوط فيه راه خصنا نديروا فايض حنا كجماعه. وبالتالي ضروري تيخصنا نلقاو حلول اللي ما تأدس فيها الجماعه، لان هي هذه مؤسسه ديال الشعب وديال الدوله وديال سميتو. وبطبيعه الحال تنشوفوا النقل الحضاري اللي يكون في مستوى ديال سميتو. حنا تنقلبوا على حلول، حنا ماشي مكتوب الايدي. حنا من ضمن الملفات اللي تتناقش في جميع الاجتماعات ديال المكتب، كل ما كان عندنا اجتماع تنجبدوا النقل الحضاري، كل ما كان عندنا لقاء مع السيد الوالي ولا تنجبدوا النقل الحضاري. شوف، انا قلت لك واحد القضيه، راه ملي تكون مسؤول ماشي هو ملي تكون خارج مسؤول. الناس اللي دوزت المسؤوليه ولا الناس اللي غادي تجي من قبل من بعد راه غادي يعيشوا نفس داك الشيء اللي تنعيشوا. انا عضو مجلس اداري وبرلماني، وحطيت ومحطوط سؤال على النقل الحضاري للسيد وزير الداخليه في الموضوع. رامي كنت خارج المسؤوليه، كانت تنتهيئ لي بان بين اليوم غدا حلول شي ميتا تجي للمسؤوليه تتكون امام الامر الواقع. راه تيتبدل لك داك المفاهيم، تتبدل لك كاع الرؤيه ديال التدبير. حنا كي قلت لك تنقلبوا على حلول، ما كاينش مفاوضات. مفاوضات هذاك اللي تيدير مفاوضات انتهى زمن المفاوضات. شوف ما كاينش باب مسدود، ما كاينش شي واحد. لا الجماعه يمكن لها تغلق الباب ديالها في وجه جميع الناس ديال الحوار، ما يمكن لهاش. وما تنظنش شي خواص ولا شي شركه خاصه تغلق الباب ديالها ما تتشوفش المصلحه ديالها. ضروري تيكون اخذ وعطاء. اهم حاجه هو مصلحه المواطن، ما كاينش باب مسدود. هادي كون اكيد شو كانت باب سدود وكان راه درنا سميتو اعلنا على الصفقه هادي سميتو تفسخ. وبالتالي حنا نطالب بتحسين الخدمات، تنبركو باش تحسن الخدمات.
تناقشوا حلول بيناتنا. يعني راه حنا كي قلت لك ماشي مكتوفين الايدين، الطرف الاخر حتى هو عنده مطالب ديالو، حنا اخذ وعطاء، واكيد غادي نوصلوا لواحد المصلحه اللي غادي تكون في صالح المدينه والساكنه ديال فاس. من جهتي اختار عمدة فاس عبد السلام البقالي الرد على هذا الجدل الذي تفجر وسط الفاسيين بخصوص حالة النقل الحضري في مدينتهم عبر خروجه المنافي مع ما يحصل على أرض الواقع، بغرض التغطية عن عجز مجلسه في زجر شركة سيتي باص ودفعها لاحترام كنش التحملات بإزالة 122 حافلة مهترئة في انتظار تعزيز أسطولها ب 197 حافلة جديدة، حيث قال عبد السلام البقالي على هامش دورة فبراير العادية التي انعقدت يومه السابع من فبراير الجاري. منين دار المجلس الجاوي الحسابات وسجل واحد الملاحظات على الشركة المفوض لها، هادشي دار في ماي 2021. حنا جينا في أكتوبر، منين لقيت المحضر ديال المجلس الجاوي الحسابات تقول بأنه كاين واحد النقص ديال 194 طوبيس وكاين 122 طوبيس ديال لاغاتيو خصهم يمشيو بحالهم، طبقا للمادة 53 كان يلزمني القانون باش أننا نحط الإنذار الأول، تنقول له 30 يوم عندك باش تجيب هاد الطوبيسات اللي ناقصينك، ومني تتسالى 30 يوم القانون تينص عليا عاوتاني باش في المادة 53 دائما و 54 باش ندوز الإنذار الثاني، وهاد الإنذار الثاني تيدوم 60 يوم، وهاد 60 يوم شاءت الأقدار أنها اليوم تتسالى. وشنو تنقولوا في هاد الإنذار؟ تنقولوا راه ناقصنا 194 طوبيس خاصها تجينا، ما تنطلبوش شي حاجه، حنا بغينا 194 طوبيس تجي لفاس وتكون في جديده وفي مستوى عالي. هاد الفتره هادي ديال 60 يوم من بعد ما تقاضات 30 يوم الاولى، الشركه قدمت بعض الاقتراحات بانها غادي تجيب 50 طوبيس مستعمل من الخارج بقيمه مليار سنتيم، وانها غادي تشري الحافلات في السنه 2023 في 2024، ولكن خصها الدعم من وزاره الداخليه التي تقدر اكثر من 38 مليار سنتيم. هذا هو السيناريو الاول. السيناريو الثاني هو ان قالت لك خصنا باش نزيدوها 5 سنين في العقده وتشارك ب 40% من الميزانيه الكبيره ديال الغلاف المالي اللي هو تيتنازل 40 مليار، لا بغينا 200 طوبيس خصنا 40 مليار، هي تعطي 40%. وعندها الاقتراح الثالث اللي خصها توصل حتى 2035 وتعطي ديك الساعه 60% من القيمه الماليه ديال الاستثمار. هاد الاقتراحات هادو توصلت بهم كمجلس، ومن تنتوصل بهم كمجلس عرضتهم للسلطه اللي معنيه. حنا مشينا للمديريه العامه ديال الجامعات المحليه في الرباط وعارفين بان كاين واحد نقاش فيما يخص النقل الحضري، وحطينا لهم اقتراحات. الاقتراح ديال التمديد ممنوع، التمديد ديال الشركه باش تمدد ما بقاش صالح. الاستثمار اللي خصها تستثمر خصها تستثمر. الطوبيسات اللي ناقصينها في الشركه في العقد التعاقدي اللي عندنا الذي يلزمنا خصها تطبقوا. اذا ملي تيخل شي واحد من القانون في العقد بشي حاجه تتقيد عليه واحد الغرامات، هذيك الغرامات راها من النهار الاول ملي درت الانذار والغرامات تتسجل الى يومنا الان. وخير دليل على ان احنا ماشيين في دوله الحق والقانون من تجيني المراسلات من السلطه الوصيه، لانه المجلس الجاوي للحسابات من صرف التقرير ديالو راه ما صيفطوش باش نخليوه عاوتاني في ليزارشيف. هو راه جا في ماي وما دارت فيه لا في ماي لا في جوان لا في جويي لا في اوت، صيفطوا من نقولوا بدات الانتخابات، ايوا اربع شهور دازت. اذا كان خصني نبدا باش نقوم باللازم، قمنا بهذا اللازم دابا الان. ها انا جو سوي انتربولي قدامكم، يكون ما درناش الانذار الاول والانذار الثاني سأبقى مساءل
ماذا سنقول للمجلس الجهوي للحسابات؟ أنك ما حركتي والو؟ أنك قبلتي يبقى فاس بلا بطوبيسات؟ ستبقى مساءلون. الآن نضغنا الإنضاغ الأول والإنضاغ الثاني، واليوم تسلى الإنضاغ الثاني. إذن عندنا واحد الغرامة تتسلها مدينة فاس لأنك تتأخر الطوبيس. هادشي كاين في القانون، ماشي أنا أنفونطي ولا أنا غادي نقترحو ولا المجلس الموقع. دفتر التحملات وتوصلنا حتى من الشركة بأنها تقول بأنها عندها غرامة المجلس خصو يخلصها لها لأنه ما وفرش وما دارش وما دارش وما دارش. ما دارش الطريق ديال الطاكسيات تيديو لها البلايص ديالها، الطاكسي البيض تياخذ لها الكليان من المحطة. هادي هما اللي جابت. وبأن هاد المحطات هادو اللي ما تتاخذش هي فيهم نقليان عندها ما عندها عندها خسائر، عندها يعني صوائر ضاعت ليها او لا ارباح، ارباح ضاعت ليها وعطات الجامعه بانها تقول لك بانها ضاعت لها ملايير اللي خص الجامعات. هاد الشيء راه ماشي يجي الوقت فين غادي ينصفوا. شكون كاين اللي تينصفوا؟ القضاء، كاين السلطه الوصيه، وكاين المسائل ديال المعمول بها في دوله الحق والقانون. ولكن احنا كمجلس قمنا بالذي نحن ملزمين به. ما كاينش اللي قد يدير الانذار من غير رئيس المجلس المدينه، لان احنا المفوضين. ولا ما درناش غنوليو مساءلين. اذا كان خصنا نديرو الانذار الاول والانذار الثاني. احنا دابا وصلنا لواحد المحطه الان باش نقولوها شحال الغرامه ديال الشركه وما نقولهاش الان. اذا احنا غادي نمشيو مع القانون اللي يحكم علينا القانون. كنا تنسالوا هاد الشركه الباح، سمعت بانها تتروج بانها دايره الطلبه ديال 200 طوبيس. من منعك على ذلك؟ مرحبا، لا جبتي الطوبيس يجي مرحبا، شكون غادي يمنعك؟ يلا سيدي عندك 200 طوبيس مرحبا. واش حنا جبنا غيرك؟ حنا ما جبنا غيرك، حنا ما عيطنا لا لشركه وحده اخرى، وما عنديش الحق باش نعيط لشي شركه وحده اخرى الا باسم القانون. وما عنديش الحق باش ندخل في شي حاجه ديال هذا الشيء ديال التسويق. راه ما يمكنش. راه رئيس الجامعه هو السلطه التنفيذيه ديال المجلس موقع، والمجلس الموقع له قانون يحميه، وانا في هذا القانون تنخدم. التصريحات المتناقضه وغير المنسجمه لمسؤول مدينه فاس بخصوص الحاله التي اصبح عليها النقل الحضري بالمدينه، رد عليها مسؤول شركة سيتي باص برفضهم تقديم تصريحات للميادين نيوز خلال زيارتها لمقر الشركة بالحي الصناعي سيدي إبراهيم. وبعد أخذ ورد وطول انتظار اكتفت الشركة بتقديم توضيحاتها موثقة على ورقة وسلمتها لطاقم القناة، بعدما رفض مسؤول الشركة الإدلاء بتصريحاتهم صوتا وصورة لأسباب رفضوا هي الأخرى الكشف عنها. المشاكل التي حالت دون تحسين جودة الخدمات مصدرها عدم التزام السلطة المفوضة بتنفيذ مقتضيات الباب السادس من العقد المتعلق بتطهير مناخ الاشتغال، مما أدى إلى اختلال التوازن المالي للتدبير المفوض. أمام هذا الوضع تم تكليف مكتب دولي للدراسات من طرف جماعة فاس باقتراح من وزارة الداخلية، قام بإنجاز دراسة أثبتت مسؤولية السلطة المفوضة عن اختلال التوازن المالي للعقد. وبناء على نتائج الدراسة وبعد عرضها على سلطة الوصاية، قام طرفي العقد الجماعة والشركة بمراجعة عدد من البنود وإعداد ملحق كان من المفروض التداول بشأنه في دورة فبراير 2019 والموافقة عليه، إلا أنه ولأسباب مجهولة لم يتم إدراجه في هذه الدورة، وظلت المناقشات بشأنه متواصلة بين الشركة وجماعة فاس ووزارة الداخلية إلى أن تم التوصل بصيغته النهائية وأصبح جاهزا للمصادقة والتوقيع. لكن هذه العملية بدورها ظلت معلقة بسبب الانتخابات الأخيرة، فيما استمر الوضع بعد وصول العمدة الجديد ومكتبه المسير. وارتباطا بالتساؤلات المتداولة حول الوضعية الحالية للمرفق، تقدمت الشركة انطلاقا من قيمها المواطنة باقتراحات لمراجعة بعض بنود العقد من أجل مواصلة تنفيذه في ظروف ملائمة ضامنة لجودة عالية للخدمات بناء على ملحق تعديلي
يروم تجديد الأسطول بصفة كلية وتجهيز محاور النقل الحضري بمآوي للركاب وبأكشاك جديدة مخصصة للانخراطات، بالإضافة إلى إحداث خطوط مباشرة لنقل الطلبة وخدمات جديدة بأثمنة تفضيلية ذات طابع اجتماعي لفائدة فئات موظفي القطاع العام والحرفيين على سبيل المثال. ومن بين المقترحات التي تقدمت بها الشركة هناك أيضا اقتناء 50 حافلة مستعملة تتوفر بها جميع شروط حماية البيئة والسلامة في إطار خطة مستعجلة بمجرد الحصول على الموافقة تجاوبا مع الطلب الملح للمستعملين، في انتظار تسلم أزيد من 200 حافلة جديدة بمواصفات دولية عالية الجودة في غضون السنتين المواليتين. وبالموازاة مع ذلك لا بد من الإشارة إلى تنزيل العديد من التعديلات على شبكة خطوط النقل الحضري تجاوبا مع انتظارات وطلبات الساكنة، ووضع نظام تتبع ذكي للحافلات لعموم المرتفقين، وكذلك تزويد الخطوط المباشرة لنقل الطلب ب50 حافلة مجهزة بخدمة الواي فاي بصفة مجانية. حرصا من الميادين نيوز على أخذ تصريحات جميع الأطراف التي تتحمل مسؤولية تدبير مرفق النقل الحضري، اتصلت القناة بالمجلس الجماعي السابق وحصلت من محمد الحارثي نائب العمدة الأسبق على التصريح التالي. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. علاقة بما أطرتموه فيما يخص التصريح الذي قدمه السيد العمدة يعني في خلال الدورة الاستثنائية واللي كنا حاضرين فيها والتي بخصوص النقل الحضري واللي تفاجئنا تحنا بالطريقة باش قدمها، بحيث ما كانش لها واحد ما كانش الحيتيات المناسبة باش يمكن هذا، ولكن كانت خرجة يعني بدون سياق وبالتالي وتال الخرجة ديالو يعني قدمها وكأنه عاد كيكتشف شي حاجة سميتها يعني مرفق النقل الحضري، مع العلم أنه المعلومة متوفرة بحيث تكلم عن دفتر التحملات، مع العلم أن دفتر التحملات المجلس السابق كان ناشره في الموقع ديال الجماعة، هو واحد عدد ديال دفاتر التحملات في إطار الشفافية وفي إطار تقاسم المعلومة مع المواطنين، وكذلك كان هو مكون ديال المكتب ديال المجلس السابق بحيث كان من المكونات السياسية اللي مكونين المكتب، وبالتالي من المفروض أنه غادي يكون على علم بكل ما يقع يعني من تدبير، وحتى كان هو شريك يعني في الرؤية وفي في 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 بلان داكسيون كومونال في المخطط يعني العمل الجماعي، وبالتالي تفاجأنا بهذه الخرجة، بحيث احنا نعتبر بأنه التنقل الحضري ولا النقل الحضري هو يجب أن يؤخذ في شموليته، وهذا ملف هو جد معقد، ماشي ملف بسيط، بحيث أن النقل الحضري هو كيلعب واحد الدور جد مهم في يعني التنمية ديال المدينة. ما يمكنناش نصوروا واحد المدينة متقدمة بدون يعني واحد النقل حضري يعني متقدم، ولا يمكن أن نختلزي له فقط في يعني الحافلات، بل المجلس الجماعي كان قام بواحد بشراكة مع وزارة الداخلية بواحد الدراسة اللي هي المخطط تنقل الحضري بلان ديبلاسمون اوربان بي دي او، اللي هو تيقول لك المدينة فاس في 2035 شنو خاصها باش يمكن لها تكون مدينة قطب حضاري متقدم يستجيب لحاجيات الساكنة ويستجيب كذلك ل المعايير يعني الدولية فيما يخص التنقل الحضري، وكيفاش يمكن له يكون وسيلة من الوسائل كيف قلنا ديال التنمية ويحقق الراحة ديال المواطنين في جميع، ويحافظ اللي هو مهم يحافظ على البيئة بحيث أنه غادي ينقص من إصدار يعني الغازات السامة الديوكسيد دو كربون في إطار يعني الحفاظ على البيئة. وبالتالي الخرجة ديال الذي تفاجأ أنه هناك واحد 122 حافلة اللي ما خصهاش تكون، اللي خصها تكون سالت في 2018، وخاص 197 طوبيس خصها تدخل. حنا كذلك استبشرنا خيرا بهذا التصريح وقلنا يمكن عنده شي عصا سحريه اللي غادي تجعل
من جهة فهمنا بأنه لم يكن مسايرا لما كان يقع، لأنه هذا الملف، هذا خاصة هذا الملف المجلس السابق ورثه عن 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 لأنه التدبير ديال التدبير المفوض ديال النقل الحضري في المغرب بشكل عام، هذه التجربة لم تعطي، لم تكن ناجحة 100%. يعني كان التدبير ديال النقل الحضري هو بين يدي الجامعات، يعني بديريجي، وصبحنا درنا لا جيستيون ديليغي، وبالتالي كان واحد العلاقه مع الخواص، كانت هذه بدايه ديال ربط علاقات ما بين الجماعات مع الخواص. صياغه هذا دفتر التحملات وصياغه هذا لم تكن موفقه، خاصه بمدينه فاس، لان اللي حضر فيها واحد عدد ديال العوامل من السياسيه من اشياء اخرى اللي خلات صعب انه هذا بالشكل اللي هو تطرح هذا التدبير المفوض يلبي الحاجيات ديال المواطن. وبالتالي احنا دخلنا على واحد الارث اللي هو صعب جدا، واللي هو اولا الشركه من ناحيه كتقول لك هي التوازن ديالها الاقتصادي جستمو هذا، ولكن كيسيون ديال الثانيه هي واش نتوما ملي كنتو كتسيروا المجلس واش كان بينكم وبين شركه شي تواصل؟ انا جايك دابا انا تنأسس لك كيفاش بدا. لانه في الاصل لهاد الشركه اللي خدات لا ريجي القديمه، التدبير هذا التنقل من تحويل من لا ريجي من الوكاله للشركه وكان فاشلا، انا تنقول لك بكل يعني هذاك المقاييس، بحيث انه كان مشكل ديال العمال، كان مشكل اجتماعي، مشكل نقابي، مشكل سياسي، مشكل مالي، مشكل نمشيو حتى ابعد ما فيه واحد يشتم رائحته، غادي نقول ما غندخلش في النواحي، لكن يشتموا رائحه عدم البروفيسيوناليزم، بحيث ان كانوا جوج شركات بعدا في الاول، ما كانتش شركه واحده، والشركه الكبيره اللي كان خصها تدخل ماشي هي اللي بقات الشركه. المهم هادو اشياء يعني تقنيه اللي يمكننا احنا من بعد منين قلتنا هذا، كان جوج الحوايج، يا اما غتقول غادي نوقف هذا الشيء، وبالتالي الشركه كتقول لك انا بالعكس انا ما تيمكنليش ننفذ هذا الشيء اللي في العقد، لانه الجماعه لم توفر لي يعني داك الشيء اللي اتفقت معايا فيه. وحاجه اخرى هو انه المدير ديال الشركه ولا صاحب الشركه كان تيقدم تيقول لك بانه انا باش خديت هذا درت واحد لو تيغي لو طو دو رونتابيليتي انترن، واحد النسبه ديال الربح الداخلي، ما عرفتش بالعربيه تيقول لك بحال هكا، 21%، يعني هذا باش خدا المارش، تيقول لك انا اذا ما ربحت 21% خصكم تكملوا لي انتم داك 21%. وفي العالم باسره النقل الحضري ما تيتعداش 5% 6%، في العالم يعني هذا الشيء ديال النقل. وبالتالي باش قلت لك البناء ديال العقد كان بناء يعني فج، ماشي بناء يعني صحيح. انا اعتقد بان الحل ديال هذا الملف ماشي غير ما بين الشركه وما بين العمده، واعتقد بان العمده بما انه لانه العمده هذا الشيء ديال الانذار وهذا الشيء ديال المزايدات هذه كنديروها ملي تنجلسوا مع الشركه وكنشوفوا هذا هذا اخر ما يمكننا نديروه. انا كمدبر انا كنت انا عمده وبديت بالانذار الاول والانذار الثاني، خصني ندخل المحكمه ونوقف ال 102، هذا هو اللي خصني ندير، خصني المواطن الفاسي كيف الوعود الانتخابيه، واحد العدد ديال الوعود، هذا وعد من الوعود ماشي غير انتخابيه، وهذا هو انا في الدوره ومسؤول. انا اعتقد بانه خصو دابا الان اذا كان زعما منسجم مع سميتو خصو صافي، راه هو العمده، هو اللي عنده هو اللي عنده العقده مع العقد مع هذه الشركه. انا اعتقد على حساب يعني ذاك التصريحات القويه اللي كان خصو يوقف كل شيء، خصو يزول لنا 190 هذا ويجيب لنا 100 هذا، لان عرفتي شنو 197 طوبيس، 197 طوبيس الا بغى اليوم اتفقت الشركه هذه بغات تجيبها دابا اليوم اتفق، قال لك اسدي مرحبا، خصها يحط لها واحد 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 رسم لها واحد الميزانيه كبيره فوق واحد 40 مليار، درتي واحد 250 مليون طوبيس ضربها في 200 طوبيس راه تعطيك واحد الحجم. وشكون اللي غيصنعها لك؟ الطوبيس ماشي بحال الطوموبيل، تنمشي لا ميزون رونو تنقول لها بغيت انا 40 طوبيس، بالعكس هذا كيتصاوب، خصها واحد 8 شهور ولا 9 شهور. وبالتالي كان قال على مجموعات، يعني لا ما قال لا على مجموعات، لا انا كتحاضر، ما قال لا على مجموعات لا والو، قال لك اكتشف دفتر التحملات واكتشف ان 122 خصها تمشي، واكتشف بان 197 خصها تجي. وبالتالي هذا هو القول ديال السيد العمده. الان السيد العمده بان لي عاد حس بما صرح به
وعاد بدا دابا غادي يمكن له يخدم عاد غيفهم دابا عاد غادي يبدا يرجع للملف ويشوف شنو دار فيه وكيفاش المفاوضات وفين وصلات لان راه ماشي بوحدو راه في هذه المدينه ما كنسيروهاش بوحدنا وان كاين اطراف اخرى واللي هي داعمه ماليا اما الميزانيه ديال العمده راه ما يمكن دير حتى حاجه بيني وبينك راه الميزانيه ديالها راه خلاها بحال بحال وتي حنا كنعرفونا اخبار الميزانيه شنو غدير معنا ما دير دخول ملف النقل الحضري بمدينة فاس إلى حلبة الصراع بين عمدتها مؤازرا من طرف أعضاء مكتبه ومستشاري أغلبيته ضمن تحالف الجيكات من جهة ومسؤولو شركة التدبير المفوض سيتي باس من جهة أخرى يضع هذا المرفق العمومي على المحك وسط تزايد مطالب الفاسيين لتحسين خدمة النقل الحضري وتمكينهم من حافلات تستجيب للمواصفات الدولية ومجهزة بأحدث التقنيات لاحترام أوقات الانطلاق والوصول فيما اختارت السلطات الوقوف في موقع المتفرج على النقاش العمومي الحاصل حول ملف النقل الحضري بالعاصمة العلمية إذ لم يبادر حتى الآن الوالي عامل عملة فاس سعيد زنيبر عقد المجلس الإداري لشركة التدبير المفوض لمعالجة النواقص وإيجاد الحلول المناسبة لخدمة أفضل.